الثمن؟ الجنة. وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا قدر السلعة. الثمن الجنة، المشتري الله، اللي جرى على يديه عقد التبايع ليه؟ الرسول. ايه السلعة اللي هتقدمها؟ النفس، النفس والمال. ايه ده؟ دي سلعة عظيمة؟ عظيمة، لان ثمنها الجنة والمشتريها عظيم، واللي تم على يديه العقد التبايع ده ايه؟ عظيم. ايه ده؟ يبقى عمرك عظيم، وقتك، شبابك، صحتك، فلوسك، حياتك سلعة غالية، ما تبيعهاش بالرخيص، ما تبيعهاش على الببجي والكاندي كراش والمسلسلات التركية والمسلسلات الهندية والتلتميت والربعميت حلقة. ما تبيعش عمرك الغالي بالرخيص على المباريات وعلى اللهو والغفلة. ما تبيعش عمرك بالرخيص على الغيبة والنميمة والفحش والبذاء والكلام والهري واللت. ما تبيعش عمرك بالرخيص على الشلة الطرية وعلى الشهوات وعلى الأغاني. ما تبيعش عمرك بالرخيص في المعاصي. عمرك غالي، نفسه غالية، فلوسك غالية، ما تبيعهاش ان انت تجيب بيها ذنوب تقع بيها في جهنم، سيئات تقع بيها في جهنم، سيئات تبقى ما بعدك بعد ان تموت، سيئات جارية. لذلك مجرد ما هتبذل لربنا، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مجرد ما هتبذل لربنا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مجرد ما هتبذل لربنا، ما نقص مال من صدقه. مجرد ما هتبذل لربنا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مجرد ما هتبذل لربنا، سيرد لك ما بذلت واضعاف مضاعفه. في الحقيقه هتحس ان انت ايه؟ انت الكذاب. طب وربنا انتفع ايه؟ يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت ان اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل. ايه ده؟ كم عمر يريد ان يبذله رسول الله؟ ان كل ما ببذل بلاي اضعاف مضاعفه. ارواح الشهداء في 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 طيور خضر معلقه في شجر الجنه. ايه يا جماعه ده؟ تسرح منها حيث شاءت. ايه ده؟ الاجساد وان بلت الارواح تتنعم ومتصل اتصال غيبي بالاجساد لا نعلم كيف. وابدلهم الله اجسادا افضل واكمل، وهذا حتى يوم القيامه بس، ثم بعد ذلك يخلقون خلقه مختلفه ويعيش النعيم اضعاف الخلود. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ده الجهاد بس، ما بين كل درجة ودرجة يا بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. تشوف النجمة البعيدة تقول دي درجة الولي، درجة العالم، درجة النبي، درجة الصحابي، درجة التابعي، درجة الإمام، درجة قارئ القرآن. بعيد قوي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قالت عائشة رضي الله عنها: عدد منازل الجنة على عدد آية القرآن. كل آية تحفظها وتفهمها وتعمل بيها وتعيش بيها وتحفر في كيانك وفي وجدانك وفي حياتك معاني وسلوكيات ترتفع بها منزلة في الجنة. شوف انت حصلت بإيه من القرآن بقى؟ وقتك ضايع على إيه؟ على القرآن وحفظه وفهمه وتفسيره وتدبره؟ ده اللي هنقف معاه بإذن الله المرة القادمة.
ولا وقتك ضايع على الاغاني وتحليل الاغاني وتحليل المسلسلات وتحليل الترندات والهاشتاجات والمباريات والاهلي والزمالك والدوري الانجليزي والببجي والكاندي كراشي والكول اوف ديوتي والمسلسلات التركي واللاوندي والهندي؟ وقتك ضايع على ايه؟ حياتك رايحه فين؟ بتعمل ايه ورايح فين؟ كل الناس بتبيع يا جماعة، بتبيع عمرها، اما تبيعه بالرخيص او بتبيعه بالغالي، كل الناس ياخده، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها.